سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على قرى الشرقي وغربي الرقة لتتقدم بذلك إلى أكثر من 100 قرية ومزرعة في المحافظة خلال الأسبوعين الماضيين، ويأتي ذلك بعد اشتباكات عنيفة مع داعش أدت إلى قتل العشرات من مسلحي التنظيم. وأكد مصدر في تلك القوات استمرار الاشتباكات في بلدة حمرة ناصر في نفس المحور بعد تحرير القوات لأجزاء واسعة منها. وفي الريف الغربي للمدينة أحبطت قوات سوريا الديمقراطية هجوما بسيارة مفخخة على قرية السلحبية الغربية، كما تم تفجير سيارة أخرى على مدخل قرية مجاورة. عبر سكايب من القمشلي معنا العميد حسام العوك، وهو من الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية، عضو هناك إذا في الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية. أهلا بك معنا سيادة العميد. قواتكم قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على قرى جديدة بشرق وأيضا في غرب الرقة بعد الشبكات مع داعش، ما تفاصيل ما جرى ومن الخسائر التي تكبدها تنظيم داعش في هذه المعركة إلى الآن؟ أولا الرحمة للشهداء والشفاء العاجل، تحية لك والمشاهدين. بالنسبة للتقدم، احنا تقدمنا مستمر باتجاه مدينة الرقة، وكذلك كان هناك عواصف رملية، كان عندنا مشاكل كثيرة، ولكن نحن نتقدم ولم يبقى مسافة كبيرة. طبعا قرية حمرة ناصر وحمرة بلسم تم تحريرها بشكل كامل كما مشطناها، والآن نتقدم باتجاه سد الحرية أو سد البعث سابقا. نعم. طيب المحاور التي تجري من خلالها العمليات والنقاط الاستراتيجية ربما التي أصبحت في يد قواتكم، كما ذكرت قبل قليل قلت بأنه أنتم باتجاه سد البعث، كنا سمعنا أيضا بأنه لا تفصلكم الآن سوى بضع كيلومترات أو أقل من كيلومترين تحديدا من سد البعث، وهو ثالث أكبر سدود السورية. ما المناطق الاستراتيجية الأخرى، وهل استطعتم الحصول على أي نقاط استراتيجية في هذه المحاور؟ طبعا نحن وضعنا مع أصدقائنا في قوات التحالف عملية الهجوم على ثلاث محاور، وكانت هذه المحاور تهدف إلى الوصول إلى مدينة الرقة وتوسيع رقعة الهجوم، إن كان من الشمال أو من الشمال الغربي أو الشمال الشرقي بالاتجاهين، وذلك في منطقة في قرية الهنيدة والمنصورة. سوف يتم طبعا هناك تقدم الآن شوي بطيء بسبب وجود الألغام، لدينا طبعا فريق لتنظيف الألغام على الطرق والمحاور الرئيسية، ولكن هناك كميات كبيرة وخاصة الألغام المحرمة دوليا وهي التي تخص قتل الأفراد، فهذا الذي يؤخرنا، ولكن لازلنا نتقدم. واستطاعت قواتنا أخذ صور لمدينة الرقة من بعد، يعني ما راح نحدده ولكن معقرب جدا يعني، وبثينا الصور على مواقعنا يعني قريبون أنتم الآن. صحيح، وتم طبعا تصفية عدد كبير من داعش، هناك طبعا بعض الأطراف المعادية يعني لا تفاوض مع داعش، جميع العناصر من داعش تم قتلهم وتصفيتهم، إلا من استسلم يقوم جهاز استخبارات باعتقاله والتحقيق معه، ثم التصرف بشكل إنساني وضمن قواعد الحرب مع كل هؤلاء المعتقلين. طيب بالنسب أو ربما حجم المساحة، مساحة المناطق التي أصبحت في يدكم يد قوات سوريا الديمقراطية والتي حررت من داعش، هل لديك نسب أو حجم المساحة؟ الآن حجم المساحة كبيرة، 32% من مساحة سوريا تم تحريرها والآن تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. نحن نتقدم وسوف ترتفع النسب في الأيام القادمة، ونحن جاهزون أيضا بعد انتهاء عملية الرقة الهجوم على دير الزور وتحريرها من تنظيم داعش أيضا. شكرا جزيلا لك العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من القامشلي.